السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم معانا في فيديو جديد مع حضراتكم احمد اسامه من فلوكسولوجي، وفيديو تحليل المؤشر العام للسوق السعودي وتوقعاتنا ليه خلال الفتره القادمه، وتوقعات ايضا الربع الثالث من عام 2021 اللي بدانا فيه من 7 ايام تقريبا. خلونا في البدايه كالعاده نبدا بنظره عامه على المؤشر العام خلال الفتره الاخيره او التداولات بشكل عام عشان نقدر نقول توقعاتنا ليه خلال الربع الثالث ان شاء الله. بدايه ما زلنا نعتبر في افضل اشكال الاتجاه الصاعد الى الان بالرغم من عمليات التصحيح اللي حصلت الفتره الاخيره، لكن لما هنيجي نقيس عمليات التصحيح اللي حصلت في الفتره الاخيره فاحنا حتى ما كانش عندنا تصحيح لنسب 23% فايبو، فبالتالي كانت عمليات تصحيح تعتبر بسيطة جدا. لما نيجي نقارن الموجات الحالية بالموجات السابقة فاحنا بنقترب ان دي تكون افضل موجة صاعدة للسوق السعودي تقريبا منذ عام 2012 الى الان اصبحت مساوية ليها في الوقت الحالي، فبالتالي ما زلنا نعتبر بنتداول في الاتجاه الصاعد. فالحديث عن اي عمليات انعكاس في الوقت الحالي خاصة مع عدم وجود موجات تصحيحية عميقة ومع استمرار الاتجاه الصاعد بالشكل ده وتكوين قمم وقاعان اعلى من بعض مع الوقت، خاصة ان احنا في الوقت الحالي كنا قريبين جدا من مستويات مقاومة قوية اللي هي مستويات اعلى مستويات تقريبا في 8 سنوات او في 7 سنوات بالنسبه للمؤشر العام. فطبيعي جدا ان كان يبتدي يحصل العمليات التصحيحيه، بل بالعكس لما يكون هيحصل انعكاس من قمم تاريخيه بالشكل ده فاحنا في الوقت ده كنا بنشوف عمليات انعكاس اسرع بكتير من اللي بنشوفها في الوقت الحالي. فبشكل عام ما زلنا متواجدين في الاتجاه الصاعد بشكل قوي. لما نيجي نحدد اهدافنا بالطريقه البسيطه جدا فاحنا عندنا اقوى مستويات بتقابلنا في الوقت الحالي هي مستويات ال 11155. لما هنيجي نبص بعد كده هنشوف المستويات اللي بعد كده هنلاقي ان احنا بعد كده هيواجهنا المستويات او اهداف عند مستويات ال 11968، يعني بمجرد تخطينا المقاومه القادمه اللي هي قمه عام 2014 هنبتدي نستهدف قمه عام 2007 وتقريبا هيكون امامنا الطريق ممهد ل 700 نقطه. خلونا بقى نلقي نظرة أقرب شوية على حركة المؤشر خلال الفترة الأخيرة، لأن جالنا استفسارات كتير هل اللي بيحصل في الوقت الحالي انعكاس أم تصحيح، وخلينا نكون واخدين بالنا بشكل كبير جدا إن في فرق بين عملية الانعكاس وعمليات التصحيح. حتى الآن الظاهر أمامنا هو يعتبر عمليات تصحيح عادية بل أقل من اللي كانت بتحصل على المؤشر خلال الفترات الأخيرة قبل كده. دي كانت عملية تصحيح وسط الاتجاه الصاعد، دي كانت عملية تصحيح وسط الاتجاه الصاعد، دي كانت عملية تصحيح وسط الاتجاه الصاعد. فلما نقارن عمليات التصحيح اللي كانت بتحصل في الفترة الأخيرة قبل استكمال عملية الاتجاه الصاعد ونقارنها بآخر موجة موجودة عندنا، آخر موجة تصحيحية، فنلاقي إن حتى الموجة الحالية تعتبر أضعف بكتير في عمليات التصحيح. طيب حاليا بقى احنا عندنا ايه؟ او لما نرجع للفاصل الزمني للساعه، اللي متابع معانا اللايف بشكل يومي هيلاقي ان احنا اتكلمنا النهارده ان احنا عندنا صعود متوقع للمؤشر العام من مستويات ال 10895 او ال 10900 بالتحديد، لان المستويات دي زي ما شايفين هي المستويات اللي بدات منها اخر موجه صاعده وتم تحقيق منها اخر قمه اللي هي ال 11.63. فكان منطقي جدا نبتدي يحصل انعكاس خاصه لما تابعنا على الفاصل الزمني للساعة وشفنا تكوين شمعة برايس اكشن انعكاسية دعمت لنا الصعود ده، وبالفعل استكملنا الصعود خلال باقي الجلسة. على المدى المتوسط احنا عندنا اهداف ممتدة اولا لل 10989. ليه ال 10989؟ لان ال 10989 لما نرجع للفاصل الزمني اليومي هنلاقي ان دي كانت تعتبر اخر او مقاومتنا على الفاصل الزمني اليومي اللي هي كانت تقريبا او عفوا كانت هدف الموجة الصاعدة الاخيرة اللي كانت موجودة امامنا، لان احنا كنا توقعنا موجة صاعدة مساوية لنفس الموجة الاخيرة وبالتالي ده اللي حصل بالفعل. فكان عندنا ده الهدف الاول، الهدف الثاني اللي هو مستوى 11155 وهي قمة عام 2014. فبالتالي اعتقد ان خلال الجلسات القادمه هنبتدي نشوف تداولات صاعده بشكل قوي لمستويات ال 10989 ثم مستويات ال 11.63 بعد البرايس اكشن اللي حصل. طيب على بقى المدى الزمني او على مدى الربع الثاني من عام 2021 نتعامل مع المؤشر ازاي؟ خلينا متفقين او ان احنا اتفقنا ان احنا عندنا ال 11100
55 هو الهدف الاول بالنسبه لنا اللي هو المنطقه دي اللي حصل منها الرالي الهابط ده. فعشان نقدر نتوقع مستويات اعلى من كده او نقول ان احنا هنكون مستهدفين مستويات ال 11900 فلازم نتخطى المستويات دي، فبالتالي هنتعامل مع المؤشر خلال الفتره القادمه لحين وصول المستويات ال 11155. مع الوصول للمستويات ال 11155 لو شفنا اغلاق كلي اعلى ال 11155 فهيكون عندنا الطريق ممهد بشكل كبير لمستويات ال 11900، ودي اللي انا بتوقعها خلال الربع الثالث من عام 2021 ما دامت او ما دام الترند الصاعد مستمر بنفس القوه في الشكل الحالي. فده كان تحليل سريع بالنسبه للمؤشر العام للسوق السعودي. اتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله، ولو في اي حد عنده استفسار بخصوص سهم معين يقدر يسيبه في الكومنتات وهيتم الرد على حضراتكم في فيديو الرد على طلبات السوق السعودي. اتمنى لكم كل التوفيق. كان معكم احمد اسامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.